يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يستعمل هذه المعلقات وهذه الخيوط ويشفى، فهل هذا ابتلاء من الله؟ حصول المقصود لا يدل على الجواز، قد يبتلى الإنسان ويستدرج. المهم الدليل، إذا كان في دليل من الكتاب والسنة فلا بأس، ما في دليل لا، ما نبيح شيء أو نحرم شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما التجارب فهذا قد يحصل ابتلاء وامتحان، أو أنه مقدر من قبل ووقع بالقضاء والقدر، فلا يدل على الجواز. نعم.